أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أمر الله تعالى في القرآن بمصافات اليهود ومصادقتهم؟ أمر الله المسلمين إذا احتاجوا إلى الصلح بأن يكونوا أضعف من الكفار، يخافون من بأس الكفار، أن يصالحوهم كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية، كما صالح اليهود في المدينة. فإذا احتاج المسلمون إلى الصلح مع الكفار فإنهم يصالحونهم. قال الله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فهو الصلح. إذا جنح العدو للسلم وطلب الصلح يصالح، أو أن المسلمين فيهم ضعف مع الكفار فيصالحونهم حتى يقوى المسلمون على قتال الكفار. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون. إذا كنتم يعني أهل قوة وأهل استعداد فلا تميلوا إلى الصلح إلا إذا طلب الكفار ذلك. نعم.